اعزف على البيانو فا. يلا نروح تحدي اللي بعد. التحدي الثاني راح نسويه هو تحدي غريب. يقول لك التحدي روحنا مكان مو للنوم، يعني زي احنا بالسطح ما شاء الله. الفيو رائع جدا، فما احلى النومه قدام هذا الفيو. طلع لك المخده كذا، سوي هذا كذا، يا سلام تعطيها التكيه، يا سلام يا الله الفيو، والله الفيو خرافي. هذا المتكيين هنا وقاعدين نحرق من الشمس. خلينا نسوي التحدي الثالث اللي هو ناكل اكله غريبه من مقطع قديم. والاكله اللي راح ناكلها هذا المخلل اللي صورناه بمقطع جربنا اغلب المنتجات العشوائيه. هذا المخلل مره حار زي ما تشوفوا شكله غريب. بسم الله. حار والله، حار والله، حار مره. خلينا نروح التحدي اللي بعده. وال وال التحدي الرابع اللي راح نسويه انه بهذه الموسيقى او المزمار ما ادري ايش تسموه لازم نعزف عزفه غريبه اول مره بحد اشوفها. بس يلا كيف تقييمك من 10؟ والحين تحدي اللي بعده يقولك لازم تشرب هذه المويه 5 ثواني. فنسمنا نفتحها وعرفت الحاله جاي تندي شو انا وانا ما راح اسوي خايف شو مستحيل. مرت اول ثانيه يعني هو سوينا التحدي. اهم شيء انه ما جبنا العيد، يعني ما ادري يمكن جبنا العيد. بس شباب اكتبوا لي في الكومنتات سوينا التحدي ولا لا. خلينا نروح التحدي اللي بعده. التحدي الثاني زي ما تشوفوا قدامنا 5 شوزات وانتم بكرامه. التحدي هو انه احاول اربط ال5 شوزات ب50 ثانيه. فواحد اثنين بدا 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 بدا. تجي عند الاول هذا تسوي كذا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شباب الرباط رايح فيها. تكفى مر وقت كثير. كم مر كم مر؟ مر 30 ثانية. ثاني باقي 3. تكفى باقي 20 ثانية. هذا واحد. الأخير باقي 2. 10 ثواني. تكفى. 5 ثواني باقي. بسرعة. 4 3 2 1. تكفى. لا والله اخذ. والله يا كم باقي ثواني يقطع ام القهر. شباب والله انا المفروض تحسبوني كان باقي ثانية بس. يا الله والله يعني. يلا نروح التحدي اللي بعده. ايش السالفة شباب؟ قال لي اخوي ما انا ماني شايف. قال لي اخوي غمض عينك مخبي لك شيء. فانا مغمض والله يعني ماني شايف. يا فما ادري ايش اسوي. التحدي الحين قال لي اخويا. ايش هو التحدي؟ تطلع زي الزوم ما انا مش شايف. التحدي الحين اتوقع انه واضح انه راح اجرب شيء وانا مغمض عيني. فانا ما ادري ايش السالفه. فبسم الله. وين الاكل؟ هذا؟ خذ الملعقه. ها؟ امسك الملعقه سن هذه. ايش؟ ايوه هذه؟ ايوه يا ولد ايش هذا الملمس الغريب؟ صوت مقرمشات سلطة بين قلب. يا في اشي اذوق؟ جرب. الريحة في تمر صح؟ لا ولا إله علاقة بالتمر. يما خايف. لا ترى مفيد يعني. بسم الله. افهم شو ايش هذا؟ ليش التفاح؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ طعمه عم ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ يا ايش هذا؟ هذا خبزة مغمسة بصويا صوص. صويا هاي فزت علي والله ما عرفت. التحدي
التحدي الثاني اللي راح نسويه، راح ناخذ صوص هذا الشاموي راح نحطه مع المانجا. تقول لي مين المجنون اللي يسوي كذا؟ في مليون واحد بالمكسيك يسوونها، فجبنا الشاموي وجبنا هذا نجربناه باخر مقطع. باب الريحة حار كذا، الريحة بالنخاع. اوو بس انا بقوله لذيذ. واو شوف 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 تيجي تغمسها هنا. غنو 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 طا طا طا. يعني بسم الله. والله حلو، والله يا عيال خرافي، والله رهيبة يا ابو، والله انصحكم فيها. خلصها ونرجع لكم. والحين التحدي اللي بعده، هذه البلوزة راح نلبسها، بس ما راح نلبسها كذا، راح نلبسها كذا وراح نكمل فيها اليوم. ف بسم الله. وكذا يكون لبسناها زي ما تشوفوا، يعني اتوقع ما في شيء غريب، بس غريبة. هاي نسوي، يلا التحدي اللي بعده. التحدي اللي بعده راح يكون لازم اغني وانا بالشارع. ما تشوفوا هذا الشارع الجميل، فخلينا نغني اغنية سروال ابو فلة. لو كنت لو كنت لابس سروال ضيق ومش لاقي سروال مريح، عندك سروال ابو فلة سروال واسعوري. لو كنت لابس كلسون ضيق وفجأة اطلقتي الريح وضاقت فيك الدنيا ومش لاقي سروال مني، ابو فلة خلصنا التحدي. اللي بعده يلا نروح للتحدي. التحدي اللي بعده لازم نتسلق هذا الجبل الكريم، فكيف حتسلق والله ما ادري، بس يلا. شباب اتوقع لين هنا كويس ولا اطلع زياده؟ اوه خلاص خلاص حنزل. اوه كيف انزل؟ شباب انا مو حق كذا سوينا التحدي، خلينا نروح التحدي اللي بعده. الحين لازم نرقص رقصه غريبه او رقصه معروفه تكون غريبه. راح نرقص رقصه فورتنايت، وعندي كود الايتم شوب اسمه R5 يمديك تحطه وتستخدمه وتدعمني عشان تسوي مقاطع افضل. يلا نروح للتحدي اللي بعده. التحدي اللي بعده راح يكون تحدي خيري يا شباب، حاولوا تنظفوا المكان قبل ما تقدروا. معانا هذا الكيس لقيناه هنا، راح نحاول ننظف المنطقه اللي احنا عايشين فيها وناخذ حسنات ونسوي نفس الشيء. فبسم الله نبدا. شاطر جدا. طيب يا عيال التحدي الثاني احنا كل حيوان او اي شيء، فجبنا مويه بارده فنعطيها بسه هناك، فان شاء الله ما تغرق. بسه والله انا احب انت على فرصه. لا 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 ليش تغربي؟ ليش تغربي بسه؟ يا الله البسه هربت. راح نحط هذا هنا، اذا جت بسه شربت منه شربت، اذا ما شربت عاد حاولنا. هنا التحدي اللي بعده راح يكون راح ندخل عند محل وراح نتكلم عنده هب. خلينا نخش. ماستر كارد شو ما بين كيليان امبابي جوس. اب جوس 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 كيليان امبابي. كوموستا جوس جايز كوموستا كوليما جو مابيل جوس جو مابيل جوس جوس كوموستا كومورتي جو مابيل كيليان امبابي كيليان امبابي عبد الله كيليان امبابي كيليان امبابي تو اوكي ثانك يو تو تو يا يا سور جو مابيل جوس جو مابيل جوس جو مابيل جوس كاموستا كاموستكا كيليان امبابي. الحين اخر تحدي راح يكون انه اسوي 50 بوش اب 50 ثانيه، فتتوقع اني راح اسويه حط لايك واشتراك، اذا ما تتوقع حط اشتراك. بسم الله يا شباب 50 بوش اب 50 ثانيه كيف راح اسوي؟ 53 عشان قبل ما انزل 3 ثواني شباب. واحده ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 54 سويتها.